السلام عليكم وتحية طيبة إلى كل المتابعين، مرحبا بكم معي من جديد. اليوم جبت لكم فيديو بخصوص موضوع امتحان ديال الجنسية سي سي اس اي. هنا في هذا الفيديو هذا اللي هو غادي نقدم لكم الآن هو للأخ أبو رزان، الأخ والصديق والحبيب اللي هو كيقدم مواضيع مهمة في هذا المجال هذا، خصوصا في الامتحانات والجنسية وما تبع ذلك. الأخ أبو رزان هو دار شرح مفصل على حساب الامتحان السي سي اس اي، الطارية اللي فيه وشحال الأسئلة، مهم شرح مفصل بالنسبة للناس المهتمين بهذا الموضوع هذا. هذا الفيديو راه مهم بزاف أخوتي، أنا غادي نقدمه لكم، هو الأخ ديالنا أبو رزان. كنتمناكم أنكم إن شاء الله من بعد ما تشوفوا هذا الفيديو هذا تنضموا للقناة ديالو وتشجعوه، لأنه هو إنسان محترم صراحة، المواضيع ديالو في المستوى يستحق كل تشجيع وكل احترام. ما نطولش عليكم، نخليكم مع الفيديو ديال الاخ ابو رزان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اخواني اخواتي، كنتمنى تكونوا بالف خير. مرحبا بكم من جديد في حلقه جديده وموضوع جديد. بدون إطالة، الموضوع ديالنا للحلقة ديالنا اليوم إن شاء الله غادا تكون كذلك حول الامتحان ديال الطلب ديال الجنسية الإسبانية اللي هو سي سي اس اي. كما شفتوا في الفيديو اللي فات، يعني آخر فيديو اللي درت، هو تطرقنا فيه الأسئلة اللي كطيح لنا في الامتحان ملي كنمشيو ندوزو هذا الاختبار. هاد المسيرة غادا نسيرو قدام إن شاء الله، ولكن شفت في التعليقات بأن الناس كيسولوني على شحال كاين ديال السؤالات مجموع، شحال كاين من طارية، شحال من سؤال كاين في كل طارية. غادي نطرق اليوم إن شاء الله لهذا الموضوع هذا باش نعرفوا شحال كاين السؤالات، شحال من طاريه، شحال من سؤال في كل طاريه، كيفاش كيدوز هذا الاختبار، شحال كنخلصوا، الطريقه كيفاش كنخلصوا، كيفاش كيدوز العمليه ديال التنقيط ديالنا، شحال ديال البورسنتاج خاصنا نجيبوا مثلا مئويه باش ندوزوا في باش يعني نكونوا نجحنا في الامتحان، شحال كيتعطلوا ديال الوقت باش كيجاوبونا على الامتحان واش نجحنا ولا ما نجحناش، اللي هي الريزلت. يعني هاد الامور كلها غادي نطرقوا عليها ان شاء الله في هذا الفيديو، ولكن غادي نقسم هذا الفيديو على جوج، غادي نطرق هاد الامور اللي ذكرت وطريقه ديال التسجيل في المعهد ديال سيرفانتيس كذلك غادي نطرق ليها. غادي نكمل هذا الفيديو وندير فيديو اخر، يعني بلا ما نتحرك من هذه البلاصه كنوعدكم، باش حتى هو نحط لكم علاش اللي درت كلشي، غادي يكون الفيديو طويل. غادي نطرق هذا الموضوع اللي قلت لكم والطريقه ديال التسجيل في هذا المعهد باش يتم المنادات علينا باش نمشيو ندوزو الاختبار، غادي ندير لها حلقه بوحدها ان شاء الله، وغادي نديرهم كما قلت لكم. هذا واعد مني ما غاديش نتحرك من هذه البلاصه، غندير جوج فيديوهات ان شاء الله. المهم ما نطولش عليكم، ندوزو للحاسوب ديالنا ان شاء الله ونبداو في الشرح، خليكم معايا. بوينو، كما كتلاحظوا معايا اخواني اخواتي، دابا حنايا في الشاشه ديال الحاسوب. باش نطرقوا لهذا الموضوع هذا غادي نمشيو لبرا ديال الغادور ديالنا وغادي نكتبوا هنايا سي سي اس اي. انا بما انني كنتصفح هذا الموقع بزاف ديال المرات، كتشوفوا هو هنايا دخلت من قبل وكندخلوا وغادي نمشيو هنايا للبريبارار ديال لابرويفا. اول حاجه غادي نشوفوها ان شاء الله هو شحال ديال السؤالات، المجموع ديال السؤالات اللي كاين في هذا الامتحان، يعني المحتوى ديالو كامل ماشي اللي غادي يعطيونا باش نتفاهموا. غادي تجيو هنا كما كتلاحظوا معايا كاينه 300 ديال السؤالات 300 بريغونتاس، ولكن في 2019 كما كتلاحظوا معايا كان عليها واحد التعديل ديال 25%، يعني حيدوا 25% من هاد 300 سؤال اللي كانت في 2018 وداروا 25% ديال السؤالات جديده في 2019 باش نتفاهموا. كاين هنايا المانوال باش نقدروا نتيليشارجيو عندنا، يعني فورماتو ديال بي دي اف، وكاين كذلك الفيرسيون ديال ان اوديو كما كتلاحظوا معايا هنايا، حتى هي نقدروا نهبطوها هنايا، يعني كتابه نشوفوا يعني نقراوه مكتوب، وهنايا كيهضر لنا بالصوت. هذه الحاجه الاولى اللي غادي نعرفوا. نهبطوا شويه لتحت هنايا، يلاه لانصات يعني هاد الانستيتوت سيرفانتيس واحد لابليكاسيون بالاندرويد باش نديسكارغيوها من جوجل بلاي، دابا راه كاينه موجوده، غادي نخليها لكم حتى هي في الديسكريبسيون اللي بغى يهبطها. داروها في الشهر اللي فات في نهار جوج بالضبط في شهر 4. شنو اخر اللي غادي نشوفو هنايا، نوريكم الاوراق، من بعد غادي نوريكم الموديلو ديال البرويبا كيفاش يعني الورقات اللي كيعطيونا والطريقه كيفاش نعلمو الى اخره. ولكن دابا غادي نمشيو للسبيسيفيكاسيونيس ديال البرويبا سي سي اس اي، المواصفات ديال الامتحان باش تشوفوا معايا. باش غادي نكبر شويه الشاشه،
كما كتلاحظوا معايا هادو هما المواصفات especificaciones pruebas CCSA conocimientos constitucionales históricos de España. هادو هما المواصفات ديال الامتحان، المده اللي كيدوز فيها دوراسيون توتال ديال البروفا 45 مينوتوس، هذا هو المده الزمنيه اللي كيدوز فيها الامتحان. عدد السؤالات اللي كيعطيونا نومبرو دي بريغونتاس 25 اغروباتاس ان 5 تارياس، يعني على خمسه على خمسه تمارين. ممكن نحاول نزرب شويه باش ما نطولش عليكم الفيديو. نومبرو دي ريسبوستاس اثيرتاداس نيسيتارياس بارا ريسولتار ابتو، يعني عدد الاجوبه اللي خصنا يعني نتوفقوا فيها نجاوب صحيح باش نكونوا يعني ناجحين، هما 15 من هاد 25، يعني 15 للمجمل ديالها 60% من 100% ديال الامتحان، يعني خصنا نجيبو 60% نكونو ناجحين. نزيدو نهبطو لتحت شويه. دابا ندوزو الاجزاء الامتحان. الاختبار يعني كيقسموه على جوج ديال الاجزاء، بارتي اونو اللي هو الجزء الاول، والبارتي دوس اللي هو الجزء الثاني. نشرحوا هذا الموضوع. هذا الجزء الاول كيتكون من ثلاثه ديال الطريات كما كتشوفوا معايا، واحد جوج ثلاثه ديال الطريات اللي كاينين في الجزء الاول. هاد جوج طريات، هاد الواحد والجوج كيتعلقوا بالغوبيرنو ليجيسلاسيون اي بارتيسيپاسيون سيودادانا ان اسبانيا، يعني الغوبيرنو التشريع والمشاركه ديال المشاركه المدنيه في اسبانيا. هاد السؤالات هادو ديال الطريا اونو والطريا دوس غيكونوا عندهم علاقه بهذا الشيء اللي قلت لكم. فالي طريا اونو كيعطيونا فيه 10 ديال السؤالات سيليكسيون مولتيبليس كون تري اوبسيون بوسيبل دي ريسبوستا كادا اونا، يعني كيعطيونا السؤال وكيعطيونا الاحتمالات ديال الاجوبه ثلاثه اللي هو الا بي سي. فالي والمجموع ديال البالابراس اللي كاينين في هاد 10 السؤالات ما كيتعداش 40 بالابرا ولا 40 بالابراس كما كتشوفوا معايا هنايا. هذه الطريا الاولى. الطريا الثانيه كذلك اللي هي في الجزء الاول وعندها علاقه بهذا الشيء اللي ذكرت اللي هو ديال الحكومه والتشريع والمشاركه ديال المشاركه المدنيه في اسبانيا. هاد الطريا دوس عندنا فيها ثلاثه ديال السؤالات كما كتشوفوا معايا، دي فيرداديرو فالسو ال كانديداتو كما كتشوفوا معايا هنا دي بيلير بريفيس ديكلاراسيونيس اي انونسياداس اي سيليكسيونار لا ريسبوستا كوريكتا انتري دوس اوبسيونيس. هذا بمعنى كيعطيونا الخيارات جوج اللي هو اما فيرداديرو ولا فالسو. عدد الكلمات اللي كتكون في هذه السؤالات ما كيتعداش 30 كلمه. مزيان. دابا ندوزو للطريه 3. المهم هاد جوج طريات انا ذكرتهم لكم عندهم علاقه بالغوبيرنو ليجيسلاسيون بارتيسيپاسيون سيودانا اسبانيا الى اخره. والجزء الاول هذا الجزء الاول كامل يعني فيه 15 سؤال وواحد المجموع ديال 60% من الامتحان. دابا ندوزو للطريات 3 اللي هي هذه كما كتشوفوا، عندها علاقه بكونوسيمينتو دي لا اورغانيزاسيون تريتوريال جيوغرافيا جيوغرافيا فيزيكا اي بوليتيكا دي اسبانيا، يعني عنده علاقه يعني بسميتو بالجغرافيا ديال اسبانيا بالعمالات الى اخره. هاد الاسئله غيكونوا في هذا المجال. هذا الاسئله اللي غيعطونا شحال في هاد الطريات 3، جوج ديال السؤالات مولتي بليس كونتري شوبسيون ديال ريسبوستا كادا هنا، يعني كيعطيونا السؤال والاحتمالات هنا في هاد الحاله هذه اللي هما كيعطيونا الا بي سي. عدد الكلمات اللي ما كتعداش هاد في هاد المجموع هذا اللي هو 20 بالابرا، فالي 20 كلمه. هذا هو الجزء الاول لازم نكون صرحت لكم. دابا ندوزو للجزء الثاني ولا البارتيدوس كما كتلاحظوا معايا، غنخليها هنا نطلعها هنا باش يبقى كلشي واضح. هاد البارتيدوس ولا هاد الجزء الثاني عندها علاقه بالكولتورا هيستوريا اي سوسيداد اسبانيولاس، فالي كما قلنا الجزء الاول فيه ثلاثه ديال الطريات و 15 سؤال يعني في المجموع ديالو و 60% ديال الامتحان. هذا الجزء الثاني فيه جوج ديال الطريات، هاد جوج الطريات يعني كاين فيه 10 ديال السؤالات بيناتهم والمجموع اللي هو 40% باش نكملوا ديك 60% ديال الامتحان كامل كما قلت لكم. المهم ندوزو لهاد الطريه 4 اللي فيها ثلاثه ديال السؤالات كما كتشوفوا معايا، مولتيبليس كذلك كون تريس اوبسيونيز بوسيبليس دي ريسبوستا دي كادا اون، يعني كيعطينا السؤال ويعطينا الخيارات ديال الاجوبه ثلاثه اللي هو الا بي سي. مجموع ديال الكلمات ولا الماكسيموم هذا البالابراس اللي غادي يكونوا في هاد ثلاثه السؤالات هما 30 بالابراس 30 كلمه. الطريه 5 كما كتلاحظوا معايا والاخيره فيها 7 ديال البريونتاس مولتيبليس كذلك كون تريس اوبسيونيز بوسيبليس دي ريسبوستا كادا اون، يعني
الكانديداتو كيقرا السؤال وكاين الاختيارات، يعني كما ذكرت قبل اختيارات ديال الاجوبه هما ثلاثه اللي هو الأ بي سي. المجموع ديال الكلمات ولا البالابراس اللي ما غيتعداش في هاد السبعه سؤالات كاملين هو 40 ديال الكلمات، 40 بالابرا، وعنده علاقه بالكونوسيمينتو دي ديستينتوس اسبيكتوس دي لا فيدا كوتيديانا، بالي علاقه بالحياه اليوميه، يقدروا يطيحوا فينا سؤالات دي ديال الحياه اليوميه العاديه. المهم سهل هنا هادشي واضح على ما اظن. كنتمنى نكون شرحت لكم هاد المواصفات ديال الامتحان كامله، هاد كما كتلاحظوا معايا سبيسيفيكاسيون بروفا سي سي اس اي، كنتمنى نكون شرحتها لكم مزيان. المهم دابا غادي نرجعوا باش نوريكم الاوراق اللي كيعطيونا نهار اللي نمشيو للامتحان، باش اللي هما اللي كندوزو بهم الامتحان فين كان ماركي والكاسيات وداكشي. غادي نرجعوا للور، نخرج من هنايا وغادي نهبطوا هنا لهاد الموديلو دي بروفا سي سي اس اي، ندخلوا ليها وغادي يطلعوا لنا الاوراق على هذا الشكل. هذا كما قلت لكم قبيله غادي قلت لكم غنبينهم لكم، هما هادو هانتوما هنا كتشوفوا هذا هو ليكسامين سي 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 برويبا سنترو، لان المعهد فين غندوزو كانديداتو، يعني السميه والكنيه ديالنا، الطريقه كيفاش كنعمرو، يعني ماركار بيان بيان ماركادو اي كيس. هنايا هاد جوج هادو مال ماركادو، يعني هاد ما خصناش نديرهم، خصنا نديرو الاي كيس هي الصحيحه. الا نفترض مثلا مشينا هنا كيعطينا واحد الاحتمال اللي هو بنادم مشى دخل دار الامتحان وخلى كلشي بيد، كيديروا لك بحال لي نو بريزنتادو، بحال لي ما كنتش، يعني بحال ما دوش الامتحان. كاين كاع الطرياس اللي ذكرت لكم، الطرياس اللي ذكرت لكم والسؤالات فيهم كل طريه شحال فيها من سؤال غتلقاهم هنايا في هاد الوراقات، وانا غنخلي لكم لا ديسكريبسيون لتحت اللي بغى يتيليشارجيهم باش يبراكتيكي فيهم. ها هما كتشوفوا فيهم، هما هادو اللي كيعطيوكم نهار الامتحان. السؤالات اللي فيهم على فكره للاشاره هما سؤالات ماشي يعني افتراضيه، هاد الوراقه هذو مثلا هبطوا شي واحد، هاد السؤالات اللي كتشوفوا فيهم هنايا ماشي افتراضيين، هاد السؤالات هما صحاح. ما غاديش يعطيكم هاد السؤالات بالضبط اللي في هاد الاوراق، ولكن غالبا غيطيح فيكم يطيحوا فيكم بعض الاسئله من هاد السؤالات اللي غتلقاو هنايا. كنتمنى يكون كلشي واضح. دابا ندوزو غادي نخرج من هنايا وندوزو نشوفو كواندو امتى كيدار هاد الامتحان هذا كما كتلاحظوا معايا هنايا. المهم انا غادي نحاول ديما نلخص، ما نقراش كلشي كلشي سينو غادي يكون الفيديو طويل بزاف، انا غادي نحاول نلخص يعني الامور ولا النقط اللي مهمه اللي خصنا نعرفو. بالي هاد الامتحان هذا اخواني اخواتي كما كتلاحظوا معايا كيدار كل يوم خميس في الشهر اللي كتكون فيه كومبوكاتورياس. نعطيكم مثال بسيط باش نبسطوا الامور، نفترضوا مثلا عندنا امتحان في شهر 7، اخر خميس في شهر 7 هو اللي كدار فيه ولا كيدار فيه هذا الاختبار، وكيدار في العشيه مع 6 العشيه و 8 العشيه، فهمنا؟ غادي نزيدو نهبطو شويه لتحت. هنايا بعض النصائح اللي كيعطيونا، مثلا الا نفترضوا عندك مثلا الامتحان مع 6 خاصك تجي مع 5:30، عندك مع 8 خاصك تجي مثلا مع 7:30، انا كيقولنا خاصكم تجي واحد نص ساعه قبل. اشنو اخر اللي نقدر نوضح لكم هنايا اللي هو مهم نقدروا نعرفوه؟ هنايا كتشوفوا معايا هادو هما الكومبوكاتوريات اللي كاينين في العام، هادشي اللي كاين في هاد العام، وكما كتلاحظوا معايا داكشي اللي ذكرت لكم خويبيس 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 ديما كيدار نهار خويبيس، وكما كتلاحظوا معايا اخر خميس في الشهر، تفاهمنا؟ وهنايا كيعطيونا الاجل اخر اجل ديال التسجيل، فاتشا فين دي انسكريبسيون، اخر اجل للتسجيل هما هاد الايامات اللي كتشوفوا معايا. المهم ما نطولش عليكم بزاف، كنتمنى يكون كلشي واضح. ندوزو لمرحله اخرى اللي هي دوندي، فين نقدر انايا نسجل مثلا، ولا كيفاش نقلب على العمله ديالي ولا المعهد اللي خاص اللي تابع مثلا لهذا السيرفانتيس ويكون قريب ليا باش مثلا نسجل فيه. على هذه الطريقه انا مثلا باغي سي، يعني بحال سي ولا دالي نفس من هنا من هذه البلاصه هذه بجوج. بغيت نطرق واحد القضيه اللي هي هاد جوج امتحانات هادو نقدروا ندوزوهم في البلد ديال الاصل. هاد القضيه هذه على ما اظن محش عارفين الناس، واش الا كانوا عارفين غيكونوا عارفين ناس قلال. هاد جوج امتحانات نقدروا ندوزوهم في البلد ديال الاصل ديالنا، سواء كنا من المغرب ولا من تونس ولا من الجزائر نقدروا ندوزوهم. علاش؟ لان كاين معاهد يعني في المغرب مثلا في طنجه في الدار البيضاء في مراكش في الرباط، كاين مثلا في الجزائر كذلك، كاين في الجزائر العاصمه، كاين في تونس العاصمه كذلك معاهد اللي كيدوزوا هاد الامتحانات هادو. غادي نعطيكم مثال باش تشوفوا، نبداو نعمروا هاد البلاصه هادي
انا مثلا بغيت ندوز في المغرب، غادي نكتب هنا ماروكوس كما كتلاحظوا معايا، هي هذه عفوا غلط، ها هي ماروكوس هي هذه، نقلب على العمل اللي بغيت. انا غادي نختار طنجة مثلا، اختار طنجة ونمشي للعمالة ونختار طنجة طنخر أزيلة مثلا. هنا الكومبوكاتور اللي بغيت، التاريخ هادشي قلنا فات، كتشوفوا معايا كاين هنايا سي سي اس اي وكاين كذلك الدالي، ها هو تاهو كذلك، ولكن حنا بما ان الامر كيهمنا والموضوع اللي كنتكلموا عليه هو سي سي اس اي، غادي نختار مثلا شهر 7. النوع ديال الاكسام اللي باغي ندوز كما كتلاحظوا معايا كاين ا اونو ا دوس بي اونو بي دوس سي اونو سي دوس، يعني كاين بزاف ديال الدبلومات في الدالي، ولكن حنا اللي كيهمنا الامر هو هذا اللي كنتكلموا عليه اللي هو سي سي اس اي. الناس اللي باغيين يديروا مثلا اللي يعمروا على اللي يعمروا هنايا على الدالي دالي غيختاروا الادوس هذا النبيل هذا. المهم انا نمشي لسي سي اس اي نعمر عليه وندير بوسكار نشوف واش غاين، واش كاين شي معاد هنايا. غادي نهبطوا لتحت كما كتلاحظوا معايا، ها هو معهد كاين في طنجه انستيتو سيرفانتيس دي طنخير بالي الكومبوكاتوريا الخوليو دي 19 خوليو ديال 2019 نيفيل سي سي اس اي فيتشا دي اكسامين خويبس 25 كما كتلاحظوا معايا اخر خميس في الشهر مع 6 اولتيماش بلاصاس، يعني هنا ما بقاوش بلاصات بزاف خاصنا نجريو على راسنا الا بغينا. مثلا الطريقه ديال انسكريبير من هنايا، هذه كما قلت لكم في التقديم ديال الفيديو غادي نخليها لحلقه اخرى غادي نديرها ان شاء الله. دابا كنا مثلا ندوزو هنا في اسبانيا، العوض باش نديرو هنايا مثلا، العوض باش نديرو مثلا هنايا ماروكوس، غادي نديرو اسبانيا ونقلبوا على العمل اللي كاين اللي بغينا اللي كان اللي قريبه لينا. مثلا ندوزو للمرحله الثانيه اللي هي كوانتو، شحال كيكلفني الامتحان، كذلك ما غاديش نقرا لكم كلشي، غندوزو للمراحل يعني اللي ولا النقط اللي مهمه. كما كتشوفوا معايا هنايا 85 يوروس هذا هو الثمن ديالو، ولكن واحد القضيه اللي ما مطرقيش ليها الناس وما عارفينهاش الناس اللي هي هذه، هي هذه لا inscripción de la en la en la prueba CCSE da derecho a presentar hasta un máximo de dos ocasiones. Solo en el caso de que un candidato no supere la prueba en el primer intento o no se haya presentado en la primera convocatoria. ¿Vale? بمعنى انا الى سقطت مثلا خلصت الطاسه ودزت في الامتحان الاول وسقطت، عندي حق ندوز مره اخرى بلا ما نخلص هذيك الطاسه. والحاله الثانيه هي شي حد من التلاميذ مثلا اللي مثلا بغى يدوز هذا الامتحان تسجل وما قدرش لسبب ما، يعني وقال عنده شي مشكل ولا شي حاجه ولكن خاصو يخوستيفيكي علاش ما قدرش يحضر، فهاد الحاله كذلك حتى هو يقدر يمشي يدوز بلا ما تضيع عليه هذيك 85 اورو. فهمنا هادشي اللي كاين في هاد البلاصه هذه. ندوزو مثلا دابا للكاليفيكاسيون، عمليه التنقيط ملي كندوزو الامتحان، عمليه التنقيط اللي هي هذه لا بروفا سي سي كونتيني 25. المهم انا غنطرق كذلك ديما كنطرق للنقط اللي مهمه اللي خصنا نعرفو، هو هذا لاس ريسبوستاس كوريكتاس ريسيفين اون بونتو لاس انكوريكتاس زيرو بونتوس، يعني الاجوبه اللي كنجاوبو صحيح كيعطيونا عليهم نقطه والاجوبه اللي كنجاوبو خطا كيعطيونا عليهم صفر نقطه. فالي هنايا بارا سوبيرار لا بروفا اس نيسيساريو ريسبوندير كوريكتامينتي ا 15 دي لاس 25 بريغونتاس. فالي كما هضرنا في الاول، يعني الا بغينا نكونوا موفقين يعني خصنا نكونوا يعني توفقنا في الامتحان خصنا نجاوبوا على 15 سؤال من هذيك 25 اللي غيعطيونا، متفقين اللي المجموع ديالها هو 60%، الا جبنا 60% المعدل ديال 60% من في الامتحان يعني غنكونوا نجحنا. لاس بروباس يعني التنقيط، كاينه واحد البارتي ديال الامتحان يعني كتكاليفيكا يعني اوتوماتيكامينتي، والطرف الاخر كتكلف به الاكاديميه ديال الانستيتو هي اللي كتكملو. لو ريزولتادوس ماشي بحال شي ناس اللي كيقول لك غادي نعطوك 3 شهور 4 شهور 15 يوم 20 يوم، انتما كتشوفوا انا كنهضر معكم يعني كلشي بالدليل. لو ريزولتادوس سي كومينيكاران اونوس 20 دياس ديسبويس دي لا رياليزاسيون دي لا بروفا. فالي بهذا بالنسبه للسي سي اس اي باش نكونوا فاهمين، في ظرف ديال 20 يوم كيجاوبونا على الريزلتاو ديالنا واش ناجحين ولا ما ناجحينش. كنظن كلشي واضح، كيعطيونا اما ابطو ولا نو ابطو، هذا هو سميتو الريزلتاو اللي كيخرج.
ما كيعطوكش تنقيط ولا سميتو، كيديروا لك اما ارطو ولا نو ارطو، ولا في هذه الحاله مثلا نو بريسنتادو. كنتمنى يكون كل شيء واضح ان شاء الله. هنايا كيقول لنا مثلا البروسيديمنتو دي ريفيسيون دي كاليفيكاسيون، تقدر مثلا الناس يقدروا اللي دوزوا مثلا هذا الامتحان يقدروا يدخلوا يشوفوا مثلا عبر الويب يشوفوا النتيجه ديالهم. المهم كنتمنى نكون وضحت لكم هذه المسائل كامله اللي كتتعلق بهذا الامتحان ديال سي سي اي سي اي. غادي نحبس هذا الفيديو هنايا ان شاء الله بركه، ما نزيدكمش يعني طول بزاف، وكنتمنى نكون يعني وضحت لكم كل شيء. اي حاجه ما فهمتوهاش ولا سميتو ما عليكم الا تخلوا عليا في التعليقات، وانا ان شاء الله نجاوبكم على قدر الاستطاعه. هادشي اللي كاين. بونو اخواني اخواتي، كما شفتوا الحلقه ديالنا اليوم انتهت، يعني كنتمنى نكون حطيتكم صلب الموضوع واستفدتوا من هادشي اللي شرحت كامل. كنتمنى نكون شرحت لكم بمستوى مزيان. الناس اللي كيشوفوا الفيديو اول مره ما تنساوش تابوناو معنا وتدعمونا يعني بالتعليقات ديالكم والاراء ديالكم لانها كتهمنا كثير. هاكو يعني نعطيو داكشي اللي عندنا ونحاولوا نجتهدوا اكثر. المهم ما نطولش عليكم بزاف، غادي نخليكم تهلاو ليا براسكم. السلام عليكم ورحمه الله، باش غادي نمشي ندير الفيديو ديال التسجيل في هذا المعهد هذا باش تتم المراجعه كما قلت لكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.